إذا أنت عشت على ما يرضيه ومت على ما يرضيه فانتقل معي إلى يوم القيامة. ركزوا معي يا إخوة لكي نعرف عظيم صفة العفو من الله عز وجل. في يوم القيامة أمامنا يوم طويل سيبدأ مجرد أن نموت، يعني يمكن الليلة يمكن بكرة يمكن بعد سنة، ما تدري، ما بينك وبين القيامة إلا أن تموت بس. هل الموت بعيد يا إخوان؟ الموت ما هو بعيد. أسأل الله أن يثبتنا، قولوا آمين، وألا يعني يخذلنا في ذلك الموقف، لأننا محتاجون لله. فلنرحل إلى الآخرة لنعرف معنى اسم العفو. إذا كان يوم القيامة واجتمعت البشرية كلها، وتخيلوا البشر كلهم يقفون في صف واحد في أرض المحشر، ويأتي ربنا جل جلاله مجيء يليق بجلاله وعظمته، قال عن هذا الأمر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، هناك سوف تنصب محكمة عظيمة، محكمة الجنود فيها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والشهود فيها تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم أرجلهم بما كانوا يعملون، والقاضي هو الله جل جلاله. هناك سوف تنادى أنت باسمك: يا فلان ابن فلان قم. فإذا وقفت أمام الله ثم قيل لك: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ففتحت الكتاب فإذا بك ترى كل أعمالك التي قدمتها. هل تذكرون يا إخوة أين كنا قبل 10 سنوات، قبل 5 سنوات، قبل 1 سنة و2 شهر و4 أيام؟ أين كنا؟ لا ندري، لكنه كله في كتاب: عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فعندما نقرأ فإذا هناك أشياء كثيرة نحن نسيناها لكن الله أحصاها. هناك كم نحن محتاجون لعفو الله ورحمته. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب فقد هلك. الذي يحاسب والله يهلك يا إخوة. أما المؤمن فحسابه يسير. ولما عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله كيف يكون الحساب؟ قال: إنه ليس الحساب يا عائشة، إنه العرض. أتعلم يا مؤمن إذا أراد الله أن يعفو عنك ماذا يفعل فيك؟ يضع عليك كنفه ستره فلا يراك أحد إلا هو جل جلاله، ثم يقول: انظر إلى كتابك، أتذكر يوم كذا وكذا، يوم تفعل كذا وكذا وتقول كذا وكذا وتجلس مع كذا وكذا؟ تذكر ذلك الذي بعته وذلك الذي اشتريته وذلك الذي أكلته وذلك المجلس الذي جلسته؟ تقرأ 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 حتى تكاد تهلك، لأن مصيبة ما ترى أمامك مصيبة، فيها أشياء كثيرة أخطاء، والموقف عجيب. أنت بعينك شفت أبوك آدم لما ذهبت البشرية كلها تقول: يا آدم اشفع لنا عند الله، فقال: إني أخطأت خطأ واحدا وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله. فماذا سنفعل نحن ونحن نقرأ الكتب وهي مليئة بالأخطاء؟ كم اغتبنا وكم كذبنا وكم وكم. العفو أين هو؟ عندما يقول لك الله عز وجل: لأنه رأى منك التوبة ورأى منك الصدق ورأى منك التوحيد ورأى منك الإنابة، فأراد أن يتفضل عليك بفضله جل جلاله. يقول: أرأيت هذا كله؟ لقد أبدلناه كله إلى حسنة، عفونا عنك. هذا هو العفو. ما هي فرحتك يوم أن يقال لك: خذ كتابك، فتأخذ كتابك فتحمله بيمينك، فتخرج للناس الذين أنت حجبت عنهم ما رأوك لأن الله سترك بستره، ثم تصيح فيهم وتقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. هذه فرحتك بعفو الله عز وجل. هذا هو عفو.
لماذا عفى الله؟ لأنه يحب العفو، يحب العفو. ولذلك افرح بربك وقل الحمد لله أني عبد لله، وأن الذي سيحاسبني يوم القيامة هو الله. لو قيل لك أن الذي سيحاسبك أمك أو ربك، إذا قيل لك أمك ستطمئن، فكيف بربك الذي رحمته وسعت كل شيء جل جلاله.